ينضم إلينا من كييف مستشار السياسة الخارجية في المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية دكتور إيفان أوس. أهلا وسهلا بك إلى سكاي نيوز عربية. بداية لنبدأ من طلب روسيا عقد جلسة لمجلس الأمن لبحث الوضع. ما الذي ممكن أن تحصل عليه روسيا من هكذا اجتماع؟ ولماذا يعني طالما أن هناك حرب ورد عسكري لماذا تلجأ إلى مجلس الأمن والسياسة والدبلوماسية هنا؟ مساء الخير من كييف. My greetings to studio. تحياتي إلى الاستوديو وإلى المشاهدين. بالطبع روسيا عليها أن ترد، لأنها في أوقات سابقة قبل سنتين طبعا وحتى أثناء بداية هذه الحرب الوضع كان بسيطا. روسيا غزت أوكرانيا، وأوكرانيا طبعا كانت في حالة دفاع، لم يكن هناك الكثير من الضحايا أيضا في روسيا بالمقارنة مع أوكرانيا في ذلك الوقت طبعا. أما الآن فالوضع تغير، وبعد ذلك بعد هجمات صاروخية روسية حوالي 120 صاروخا وأكثر من 30 مسيرة في ليلة أمس من الهجوم الروسي على أوكرانيا، قررت أوكرانيا الرد. وطبقا للأوكرانيين فإننا أطلقنا بعض الصواريخ، والدفاع الروسي حاول أن يدمر تلك الصواريخ ولكنهم استهدفوا مدينتهم، ولكن هذا طبعا إلى أدى سقوط ضحايا هناك. ليس مثل العدد الذي نراه في أوكرانيا أو رأيناه في أوكرانيا أمس، ف 39 في أوكرانيا أصيبوا أمس، أما في بيلغورود فهناك حوالي 18 فقط. ولكن طبعا لذلك فإن روسيا قالت بأنها الآن تدعو لأن يكون هناك اجتماع في مجلس الأمن لتظهر بأنها طبعا لم تتجاهل ذلك الحدث. ولكن ماذا سيكون الرد؟ الرد الأول جاء اليوم، كان في مدينة خاركيف بتدمير فندق هناك و20 أصيبوا، ثم سنرى ما سيكون بعد ذلك. طيب دكتور إيفان، برأيك لماذا قبل يومين شنت روسيا هذا الهجوم الكبير الجوي الغير مسبوق منذ بداية الحرب، بينما الرئيس بوتين يعني تنسب له تصريحات أنه مستعد للجلوس على طاولة المفاوضات؟ هل تحاول موسكو دفع الأوكرانيين لليأس مثلا؟ ما الهدف برأيك؟ قبل عام في ديسمبر 29 كان نفس الوضع، لقد كانت نفس الهجمات الصاروخية على أوكرانيا، وفي ذلك الوقت كان هناك 71 صاروخا، وبعد ذلك روسيا قالت دعونا نتحدث. وقبل عام أوكرانيا قالت إذا أردتم الحديث فإطلاق الصواريخ ليس أفضل شيء لنبدأ به الحديث. الآن 29 من ديسمبر 2023 بعد عام من ذلك فإنه تكرار لتلك الضربات، ولكن في ذلك الوقت كان 102 أو اليوم كان 122 أو وحوالي 158 هدفا استهدفت، وطبعا أسقطتها بعدد كبير أجهزة الدفاع الأوكرانية. كانت هناك ضربات على كييف حيث 16 قتلوا، ودنيبرو وأوديسا و حتى في خاركيف طبعا للأسف، فخاركيف قريبة من روسيا. ولكن حين قالت روسيا إننا نريد المفاوضات كما
حدث قبل عام، نقول لهم إذا أردتم التفاوض فلا ينبغي إطلاق الصواريخ وعلى كل المدن الأوكرانية، إنه مثل السخرية. فقبل عام كانت نفس الصورة، وإذا عدنا إلى الحرب العالمية الثانية في 29 من ديسمبر، فهتلر أيضا أطلق قنابل على مدينة لندن، وأظن بأن بوتين قام بنفس الشيء بإطلاق هذه الصواريخ في ديسمبر بكميات كبيرة. لا أعتقد بأنه يريد حقا التفاوض، إنه يريد فقط أن يربح الوقت، لأن الوضع ليس في صالحه وخاصة لاقتصاده. اسمح لي هنا في سؤال أخير، بس عفوا عن المقاطعة، لكن اسمح لي بسؤال هنا أخير. هنا طالما أننا دخلنا في فصل الشتاء ونعرف أنه الحرب ربما على الجبهات تتوقف بسبب الصقيع والثلج، هل هذا يعني أن الحرب ستستمر بقصف المدن والمنشآت المدنية بين البلدين؟ ما توقعاتك باختصار؟ نعم، أعتقد هذا. أعتقد بأنه سيكون هناك قصف ويكون من الطرفين، لن يكون تكون لعبة من طرف واحد، سيكون هذا من الطرفين، وهذا هو الفارق مقارنة بالعام الماضي. أشكرك شكرا جزيلا ضيفي من كييف، مستشار السياسة الخارجية في المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية دكتور إيفان أوس.